على ما يبدو انه الجمباز في مصر كرياضه يعني اصبح يعني ماشي بخطوات مش بس ثابته، لا خطوات سريعه وبطولات وما الى ذلك يعني، ودي حاجه تفرحني جدا. يعني مثلا في بنوته هي صغنطوطه بس شطوره جدا اسمها ان محمود، ان دي خدت بطله الجمهوريه مثلا في الجمباز الايقاعي، وبعدين تقعد تتفرج كده تشوف ايه الحال دي، شطار جدا دي بنوته شطوره جدا، لياقه وثبات وثقه بالنفس وحاجه رائعه قوي، ده على سبيل المثال. فمثلا انا وجب ان احنا نهني بطلتنا بطله الجمهوريه ان محمود، ونشد عليها ده ونقول لها برافو يا ان وعاش وهو ده، وعايزك المره الجايه بقى تبقى مش بطله الجمهوريه، ده احنا عايزينك تبقى بطله افريقيا وتبقى بطله بحر متوسط وبطله عالم وبطله اولمبيه، لانه انت شاطره وعارفه انت عايزه ايه، انت عايزه مشوار البطوله. زي بالظبط ابطال مصر للجمباز اللي بياخدوا الذهب في بطوله افريقيا كانه صباح الخير، يعني منتهى الثقة، منتهى الشطارة، منتهى الأقول إيه التفوق، حاجة فعلا تشرف. الرياضة في مصر أصبحت بتجري لقدام، طول ما احنا مهتمين بالرياضيين المصريين ولاد ولا بنات، مهتمين بناخد بالنا منهم بنرعاهم، الولاد هيجيبوا لنا الذهب طول الوقت طول الوقت. أبطالنا يستاهلوا مننا كل الاهتمام. ايوه ابطال مصر للجمباز حصدوا الذهب في بطوله افريقيا، حلو، وبعد شويه هتلاقيهم جايبين اكتر واكتر وابطال عالم. عمر العربي بطل الجمباز الفني، ازيك يا عمر؟ ايوه ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك الاخبار؟ ازيك يا عمر؟ مبروك. أنا الحمد لله بخير، الله يبارك في حضرتك. شكرا. يعني انت مبروك عليك الذهب واحنا مبروك علينا بطلنا عمر العربي. ربنا يخليك، ربنا يخليك. انت دلوقتي مصنف اول افريقيا يا عمر مش كده؟ الحمد لله. اه ما شاء الله. بقالك قد ايه يا عمر بدات اللعبه؟ بدات وانا عندي 6 سنين. وبقالي الحمد لله دي السنه الثالثه ان انا ابقى مصنف اول افريقيا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تاتش وود. الحمد لله. انا هسالك، الله اكبر، بص انا عمال بتفرج يعني حاجه مبهره يا عمر، ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحفظك يا رب. يعني شكرا. انا دايما اشوف اللعبه دي لعبه صعبه جدا يا عمر، قوي يعني، عاوزه قوه عضليه، عايزه توازن، وعايزه ثبات، مش بقى الثبات اللي هو بتاع الجسم، ثباتك الانفعالي طول الوقت. ثبات نفسي. جدا. لا هي بصراحه صعبه جدا. بتجهز نفسك جداً. ازاي يا عمر وتنصح الولاد اللي بيبداوا اللعبه واللي بيكبروا فيها واللي هم يا دوب دلوقتي ابطال جمهوريه وما الى ذلك، تنصحهم بايه علشان يبقوا زي عمر؟ يعني انا انصح الولاد والعيله كمان بالصبر، هي اللعبه صعبه جدا. كمان متقلبه، يعني ممكن احيانا تبقى ماشي اول لا قدر الله غلطه صغيره جدا يحصل باد لك او حاجه ما تبقاش اول، فعادي جدا مش دي نهايه الطريق، لا انا هكمل ولسه اللي جاي احسن، اشوف ايه اللي كان غلط عندي واتمرن عليه. اللي هو لو خدت فضه انا ما ازعلش، انا هكمل عشان اخد الذهب المره الجايه. ما ازعلش، ما خدتش حاجه ما ازعلش، يعني انا اشتغل على نفسي عشان اوصل للذهب. صح. بس ولازم اللي يبص يبص على نفسه وما يبصش على غيره، طول ما انت بتفكر انك تغلب نفسك هتوصل. ما شاء الله. بتفكر انك تغلب غيرك هتثبت في مكانك. تغلب نفسك تكسب. في غير فكرت في غيرك هتثبت مكانك. بالظبط، طول ما انت بتفكر انك تعلى عن نفسك هتفضل تعلى 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 لغايه ما تبقى الاول. جملة من ذهب يا عمر، والله العظيم برافو عليك، الله يفتح. شكرا. عليك، بسم الله ما شاء الله. عمر انت بتجهز لايه دلوقتي؟ احنا ان شاء الله بنجهز لبطولة العالم، عايزين ان شاء الله نصنف من احسن 12 فريق في العالم عشان نتأهل اولمبياد كفريق، نبقى اول فريق مصري عربي افريقي يتأهل، ومن الفرق القليلة قوي اللي تأهل اولمبياد كفريق. احنا خلاص ده احنا باريس على الابواب زي ما بيتقال. احنا خلاص يعني البطولة كمان 4 5 شهور ان شاء الله، ربنا ييسر وهنعملها باذن الله. يعني باذن الله هنعمل كل اللي علينا كلعيبه، الاتحاد بيدعمنا بشكل كبير، معسكرات خارجيه معسكرات داخليه، جهاز طبي جهاز فني من ذهب، بصراحه ربنا ييسر وباذن الله هنعملها.
ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يوفقكم ويحفظكم وتجيبوا لنا كل الذهب اللي موجود في باريس على قد ما تقدروا يا رب. ارجعوا شنطكم تقيلة يا أولاد. نعم ارجعوا الشنط تبقى تقيلة من كتر الذهب. إن شاء الله إن شاء الله. شد حيلك عمر، ما شاء الله وألف مبروك عمر العربي بطل الجمباز الفني المصنف الأول إفريقيا في هذه الرياضة، ويستعد بإذن الله سبحانه وتعالى لبطولة العالم ثم للأولمبياد إن شاء الله.